كفارة في العهد الجديد مش بيختلف معناها كتير عن العهد القديم، ولكن بتحمل معنى إضافي شوية. المعنى ده بيكمن في فكرة الاسترضاء أو رضا الله. يعني إيه الكلام ده؟ لما بنقرأ في الكتاب المقدس بنرى إن الله عادل وقدوس جدا والبشر خطاة، فعشان يكون في علاقة بين الله والبشر لازم يبقى في وسيلة تخلي الله يرضى عن البشر، وضرورة إرضاء الله الحقيقة هو أمر بتشترك فيه كل الديانات. فالناس على مدار التاريخ اجتهدوا ان هما ينالوا الرضا الالهي، وده عن طريق تقديم عطايا وتقديمات مختلفة لله. ولكن في المسيحية الموضوع مختلف. الكتاب المقدس بيعلمنا الله بنفسه هو اللي دبر الوسيلة اللي خلته يرضى على الانسان، وكمان يرضى على مطالب عدله الالهي. والسبب انه الانسان ما يقدرش لوحده انه يرضي مطالب عدل الله، فما فيش لا خدمة ولا ذبيحة ولا تقدمة يقدر يقدمها الانسان تسترضي عدل الله الكامل. فالله هو اللي قدم الكفارة، الله هو اللي قدم الذبيحة الوحيدة المقبولة لمصالحة الإنسان مرة تانية وإرجاعه إليه. ده بيقوله لنا الكتاب المقدس لما جاء المسيح وعاش هنا وسطينا، إن المسيح كان الذبيحة الكامل خطايانا اللي كفرت عن كل خطايا الشعب. نفهم من كده إن الكفارة هي عمل من جزئين، الجزء الأول هي إرضاء مطالب عدل الله، والجزء الثاني هو المصالحة مع الله والدخول في علاقة معه. في العهد الجديد ارتبطت كلمة كفارة بموت المسيح على الصليب، فالرسول بولس مثلا يقول: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفحة عن الخطايا السالفة بإمهال الله. نقرأ الكلام ده في رسالة روميا والإصحاح الثالث، لكن قبل كده بإصحاحين بولس كان بيحاول يشرح أنه الجميع سواء كانوا يهود أو أمم هم تحت دينونة من الله ومستحقين عقابه وغضبه، ويكمل بعد كده ويقول: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. الله في نعمته ورحمته غير المحدودة دبر وسيلة الكفارة، وسيلة استرضاء عدله ومصالحتنا معاه، والوسيلة دي كانت من خلال موت ابنه يسوع المسيح كفارة عن خطايانا. قديس يوحنا يقول كده في رسالته الأولى والإصحاح الرابع: ليس لأننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا. ومن خلال إيماننا بالرب يسوع المسيح كذبيحة الله الكاملة بيتاح لنا الفرصة اللي احنا نتصالح مع الله مرة أخرى. مفيش أي كفارة يقدر يقدمها الإنسان تخليه يتصالح مع الله غير شخص يسوع المسيح، وده اللي وضحه الرسول يوحنا في رسالته، أنه كفارة المسيح مقدمة مش بس الأشخاص معينة لكن مقدمة للعالم كله، لما قال على المسيح كده: وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم أيضا. خبر المفرح اللي عايز أختم بيه الحلقة معاك: مهما كان خطاياك، مهما كان شرورك وأثامك، حتى لو حاسس بالفشل بنفسك، حتى لو حاسس أنه ربنا مش راضي عنك، خبر المفرح اللي ليك النهاردة: الله راضي عنك في كفارة يسوع المسيح.